كلنا نعرف ويمكن تعلمنا هذا أكبر رول من ميمي إنه اللوك كله يتغير إذا لبستوا الإكسسوار الصح. فيسعد صباحك ميمي وشوفوا اليوم بس إكسسوارات ميمي أصلاً تكفي يعني من كان من الجلوفز ولا التشين اللي لبساها اليوم الشنطة الصغيرة صراحة يبغى لها وقفة وبرمس يعني عشان نشوف بس اللوك يعني اللوك مع سارة كل مرة بجي بعمل موديلينج بالعسات لأنه لوك خريفي بامتياز. يمكن أنت ذكرتي لنا إنه اللون البني دارج آخر مرة في هذا السيزن وفعلا الاكسسوارات اليوم اون بوينت. اي 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 ميرسي سارة. هي الاكسسوارات مثل ما قلتي بتميز الاطلاله وبتعطيكي هيك لفته غير لو حتى مثلا كان في صبيتين لابسين نفس الفستان صح ولكن مجرد انه تكون وحده لابسه اكسسوارات مختلفه تغير الفستان. ابسولوتلي. وفي بحث هلا بهالايام للاكسسوارات المختلفه النادره. بركي كمان هيدي من اجواء الجينزي اللي عم بيرجعونا للتسعينيات والالفيه مشان هيك صاروا عم يبحثوا على شغلات مختلفه وبيدفعوا حقها صراحة كتير غالية خاصة مع كل المواقع التواصل مثلا تشتري شغلات يوزد أو فينتج فصار في مثل سباق على الأكسسوارات النادرة وبركة القديمة يلي عم نرجع عم نلبسها وكله يروح عند أخواته الكبار أو عند أمهاتهم يشوفوا شو عندهم بالدولاب ويرجع ياخذوه منهم يستلفهم وياخذوه مزبوط. إذا بدنا نبلش بشو هي الأكسسوارات يلي كانت ملفتة لهيدا الموسم رح نبلش بركة بالحذاء. اوكي الأحذية يلي رح بنشوفها بالمحلات ورح نلبسها مع اطلالاتنا لهيدا الموسم هن اللوفرز الشانكي وانز وحتى الانعم شوي يلي هو المكسا كمان بالرينا يعني لا اللوفر هو يلي بالوسط ايه بالنص بالنص بس ايش الناعم اللوفر الناعم يعني بيقدر يكون كعب وما يكون هالقد سميك بيقدر يكون كمان انعم البالرين رجعت درجات من بعد يعني ما كانت انا ما حبيتها كثير سنوات ما احبها كثير ابدا ليك هي صعبه لانه بتقدر اذا رجلك تبلطح الرجل فبتبين الرجل تخينه حبيت تبلطح الرجل لانه it's really flat so مثلا انا ما بتفادى يلي بيكون عندهم الحفه داير من دار البري واطيه افضل نختارها تكون اعلى شوي ساعتها بتخفف من عرض الرجل أوكي. لو كانت الرجل رفيعه الكيتن هيلز كمان دارجين عم نشوف هلا بالسلايد البوتس العاليين يلي مش بس واصلين فوق الركبه يعني مش بس اوفر ذا ني بوتس في عندنا الهاي تاي بوتس يعني واصلين للفخذ لنص الفخذ من الاطلالات من الاحذيه الرائجه جدا فيها نلبسها مع فساتين قصيره وفيها نلبسها مع فساتين طويله بركي يكون عندها فتحه عرفتي فيك تتلاعبي انت حسب اسلوب ملابسك فيك تلبسي نفس اللون كله يعني تكون الجزمه من نفس اللبس. لون ما اكزاكتلي حلو اللون صراحه انا بعترف انه كمان بتطول القامه هالنوع من البوتس وحتى البوتس يلي من كاوتشوك كمان دارجين يلي بنلبسه متى اذا بدك رايحه للصيد او برا في وحل ولكن الديزاينرز يعني حتى مثلا شانيل عملت من البوتس الكاوتشوك يلي كمان عاليين دارجين يلا نجيبه ممكن نصيد هلا نحن مثلا لما بتشتت الدنيا شوي فينا نلبسه اوكي ماشي نبرر ليش اشتريناهم الأحذية البلاتفورمز من الأحذية يلي رائجة صار لها فترة أنا ما بعرف أنا مش مسترجية ألبسهم أنا لبسته لما رحت شفتك فالنتينو يعني almost لويت رجلي so almost كانت معايا هي ياسمين مسكتني يعني شوفي مين يمسكني أصلا كويس بطحنا أنا وهي ما بدنا إياها هيدي الشغلة ولكن رائجين بنروح على شيء ثاني مختلف كليا هن الهايكينج بوتس يلي كمان ما بعرف ليه عدد من المصممين أدخلوهم لإطلالاتهم بس نعموها شويه يعني هذا ما هو صحيح ولكن انه جابوها من عالم تسلق الجبال ادخلوها لعالم الموضه الناس اللي عايشه في سويسرا اتوقع هي ينفع يلبسوها للديلي يوز يعني السكيتر هيدي عوده للتسعينيات والالفيه السكيتر يلي كمان شفتك كله بصب كرمال يجذبوا هالجنريشن زي حتى المصممين يقدروا يصيروا هن عم بي
عم يلفتوا نظرهم حتى يصير يبيعوا يعني يس يبيعوا عشان يبيعوا. بنتقل للتكستشر للاحذيه، سو كمان الميتاليك رائج والاحذيه الذهبيه يعني او الفضيه. هذا الحذاء اللي بابو فيونكا صراحه رهيب لويفي ومكسر الدنيا ستيتمنت شوز يعني كمان صرنا في كمان توجه انك دائما تختاري بالاكسسوارات ستيتمنت مش بس انه يكون شيء ناعم مثل مثلا الشوز اللي عم نشوفهم الفلافي شوز اللي بسميهم يعني ستصوري صار في كمان عندك فلافي شوز مع كعب جوتشي افتكر عملت فتره منها فلافي بس من جوا مع الفلات مزبوط وانا بلبسهم للسفر كثير مريحين وكمان بيدفوا لك رجلي. اتذكر قبل 6 سنين كان اغلب الديزاينرز في الشوز كانوا ينزلوا الستيتمنت بيسز بعدين صار ما اعرف ايش صار مزبوط صار ملاحظه جيده جدا يعني كذا الارت كانه مات يعني بس ما تنسي كمان مرقنا بسنتين ثلاثه صحيح كنا بالكوفيد ما كان في شيء ولكن مشان هيك بتحسي انه هلا بدهم كل شيء صح يرجع عملي بارز دحين اول كانوا يبوا كل شيء عملي والازمه الاقتصاديه كمان صارت تبوا بس البيسكس على قصه الازمه الاقتصاديه رح نحكي عن حقائب اليد بتتذكري فور ذا لونجست تايم كانت دائما في عندنا شيء اسمه ذا ات باج اوكي يعني حقيبه اليد يلي لازم تكون عندنا اياها وكل موسم تتغير وبصير في بانيك وبدنا نركض لحتى نجيب هالحقيبه اليد من 2008 من وقت الكرايسيس العالميه ما بقى في شيء اسمه ات باج هلا صرنا عم نشوف في اعادات او لفتات مختلفة مثلا هلا كل حقيبة اليد يلي بتنحط على الكتف رائجة حقائب اليد يلي على شكل نصف دائري رائجة الحقائب يلي كمان شوي عندها أسلوب مدامش من يعني أنا بتذكر مثل حقيبة البالانسياغا مثل أمي وستي كانوا يلبسوا هاي من الجزادي ولكن كمان بإطار مختلف جدا من حقائب اليد الحقائب يلي كانت رائجة بالتسعينيات على شكل القلب هيدي رجعت لنا من التسعينيات والحقائب الدبل يعني بنلبس حقيبتين هلا بالصور هون اللي شايفينهم بركي انه مثل بعضهم ولكن مثلا انا اليوم لابسه السنسال مع الحقيبه الصغيره اللي حاطه فيها مفتاح السياره مثلا ما بنسى شيء ثاني ولكن معي كمان حقيبه يد ثانيه لانه مثلا رايحه على غدا بدي هالحقيبه وحقيبه توت اكبر لانه حاطه فيها الاغراض حتى اجي للشغل هالشيء عملي يعني نفكر بهالطريقه ما نفكر انه لازم احمل حقيبتين مثل بعضهم انا يعني انا مثلا شنطه الشغل دائما الشنطه كبيره وفي فيها باوتش جوا الباوتش فيها مثلا المحفظه المفتاح ساعتها فيك تشيليها وتستعمليها على اساس لو رحت مشوار بعد الشغل اشيل هذا انا بدي اقول انه ناخذها بطريقه عمليه مش بس ناخذها بس از ستيتمنت نلبس حقيبتين يد مثل بعض وطبعا الحقائب اليد الميني ميني ميني الميكرو اكشلي هذه اكسسوري اكثر من انها هي شنطه يا دوب تفوت فيها مثلا قلت لك انا حاطه بس مفتاح ومقابيل الميكرو في عنا ذا اكس دبل اكس باوتش الحقيبة اليد يلي الكبيرة يلي بتنحمل بلا شو اسمها مسكت يد مسكت يعني. يد exactly. سو كمان عم نشوف في كمان بالحقائب الميتاليك مثل ما شفنا بالأحذية وفي الفلافي يلي بيقدر يكونوا من يعني الفرو الصناعي كمان من الشغلات الرائجة بحقائب اليد بوصل للأكسسوريز يلي بنلبسها على جسمنا واو أنا أحب هذا هذا الهارنس يعني بعرف بركي في ناس حتفكر انه مثل كانه واحد مربط حاله تيجلس ظهره بركي بركي هيدي طريقه منيحه للواحد يضل مجلس ولكن الهارنس بيطلع كثير حلو على روعه يغير اللوك كومبليتلي صراحه شفتي هون قديش الاكسسوري مهم وبالنسبه للبلتس في دبل بلتس كثير هيدا الموسم وحتى يعني بنلف البلتس كذا مره كمان رجعنا على اطلالات كنا نشوفها قبل هلا الاكسسوار يلي كمان مكسر الدنيا هي ربطة العنق ايه بس هذه عاد انا كنت ابغى اجيبها ما عرفت من فين اظن لازم انا واحد يروح من عند الرجال صح؟ ايه لازم نروح من المحل لانه ما في قسم نسائي بيبيع تايز للنساء لا ما في صحيح فبناخذها من عند الرجال ولكن بنلبسها بطريقه كمان فيها نلبسها بطريقه محط رجاليه مثل في صوره حطيتها شفتي في صورتين ولكن فيكي كمان شفتي مثلا تزيدي فوق سلسال فيكي تلبسيها مع قميص عندها حلو الواحد كمان شيء فمنتش يعني you know بس حتى تعطيها هاللمسه الانثويه الحلوه كمان بالجوارب
هلا ما بعرف قد ايه لها فتره هي طالعه يعني. نعم أيه. نعم ولكن انا بقول لكم بليز البسوهم بتأني، يعني اذا انت اسلوبك ابدا مش هيك، مش لانه دارج رح نلبسها. يعني دايما نتحفظ على شو دارج. أوكي. ولكن انا ضروري لكم شو دارج، وكل واحد منكم ياخذ شو اللي بيناسبه. سو عم فرجيكم انه الجوارب هي رائجه جدا، و الجلوفز. الجلوفز بس احب اقول لك الجوارب واصله للمدارس، يعني انا بنتي السنه اللي فاتت تبغى كان السوكس اللي ما يبين اللي مختفي كانه جوا الشو. إيه؟ الحين نبغى الطويل ونبغى بالسترايبس لازم يكون موجود. هذا اللوك بس حلو لانه عم بيكون هي عم تبني شخصيتها من خلال الشخصيه مبنيه. لا تخاف يا ميمي. بس اذا فيني ارجع على السلايد تبولي للاول نحكي عن الجلوفز بس حتى اقول لكم لانه فيك معلومات مهضومه. الجلوفز مثلا صحيح انا مثلا لبس وبيدفوا انا بالاي سي لانه بلا 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 كمام دفياني. الجلوفز بس حتى تعرفوا اذا كنتوا عم تاكلوا ضروري تشيلون، اذا عم تشربوا ضروري تشيلون، اذا عم بتدخنوا سيجاره ضروري تشيلون تشيلون، اذا عم ترقصوا مع شخص كمان منشيل الجلوفز، اذا بدنا نسلم منشيل الجلوفز. حلو هذه تيب لو بترقصوا مع شخص. واذا كنا بس بدنا نجلس على المائده لحتى ناكل منشيل الجلوفز بنحطهم على حضننا وبنحط الفوطه فوقهم النابكن فوقهم. والجلوفز هن معمولين تينلبسوا ما بنحملهم. يو دونت كاري يور جلوفز، تلبسيهم. اوكي اوكي طيب رح بنتقل لكينا لا كمان اكسسوارات لليد. كل شيء فيكم تجيبوا اساور تعملوا ستاكينج اشياء كبيره زي اول اشياء كبيره. لا هدول هيدي هاللفته هيدي من عند ايف سان لوران بالزمانات بالستينات بالسبعينات اطلقها ورجعت. كمان اساور يعني كبيره بتقدر تكون من الخشب بتقدر تكون ميتاليك بتضيفيها. وبنشوف ديور عامل بين الخاتم والسوار، هيدي اللي على الطرف على اليسار. شفتيها؟ اخر وحده على اليسار. اتس ميكس اكزاكتلي اتس ميكس. وحتى كمان اذا فينا نعمل يلي كمان السيدات بحبوا يحطوا خواتم كثيره. التشينز كثير رائجين الكبار، التشينز الكبيره والتشوكر مثل ما انت حاطه اليوم ساره. التشوكر كمان رجع لنا من التسعينيات. السيدات يلي ما عندهم مدى طويل برقبتهم يتفادوا التشوكر لانه حتى لو كان نحيف مره يعني بفضل ما نلفت النظر على المنطقه يلي منا احلى منطقه بجسمنا. والدبل شين كمان يتفادى مثلا اكزاكتلي. بيقدروا يعوضوا مثلا يلبسوا اقراط اذنين مثل ما رائج من اللولو وبيكونوا طوال بيعطوا مدى. هذا اقراط ولا هو سلسله حاطينه في الاذن الظاهر؟ لا هيدا ليكي في الاثنين لانه انا بس عم فرج الصور انه اللولو قد ايه دارج يعني حتى على الملابس تطريز باللولو اقراط الاذنين. حتى فيك تحطي كذا عقد من اللولو بطول مختلف. والكريستلز كمان رجعوا لنا من الثمانينات. كل شيء يعني شفت مثلا هيدا التشوكر رائع مع الكريستلز اللي في الكورنر على اليسار. التشوكر الكبير اي على اليسار ستيتمنت تشوكر. أنا حسبت تصدقي جزء من اللبس يعني. شفتي كيف الاكسسوار بيقدر يرفع غير. ويعطي اطلاله مختلفه جدا. كل شيء زهور اكسسوارات رائجه. مثلا ذس از نوت ماي ثينج، انا ماني حدا فلورال. مثلا اوكي عم خبركم رائجه بس انا ما حتشوفوني لابسه سو هذا بدي انا بس ام ستيتينج شو رائج. كل وحده تختار شو بالنسبه ل شو فينا نحط اكسسوارات على راسنا. الكاب دارجة والبلاكلافا يلي هي معمولة من الصوف. اكزاكتلي حقت السكينج مو اي سكينج حق اللي يروحوا القمة يعني وكذا. صحيح بس تشوفي كيف قد ايه عالم الموضة كمان بتشابك مع عالم الرياضة بكثير محلات بياخذوا طبعا لانه في سيزون السكينج في ناس يعني تروح اول ابوت كل اللبس. اذا مثلا رحت على ريزورت تعملي سكي سو بعد بس بدك تعملي ابري سكي وكنت بردانة فيك تحطي البلاكلافا. وبالنسبه لنظارات فينا نروح من الصغير للاوفر مثل الماسك الكبير يلي كثير فيوتشرستيك. كمان نوت ماي ستايل بس ولكن لازم نعرف شو هو الرائج. ولكن فيكم تبقوا كلاسيكيه مثل ما انتم ولكن تكونوا عندكم طابع خاص لكم. هول الاكسسوارات بس حتى تعطوا لمسه حتى تجددوا بركي بشيء عندكم يا قديم. اذا ضفتوا اكسسوار جديد بصير عنده اطلاله جديده. شكرا ميمي. وفعلا يمكن هذه بالتب التبس الصغيره صدقونه حيكون فرق مره كبير. وانا دائما اقول اوقات اللبس هو اللي يصغر. يمكن في كثير ناس تتعب بالبوتوكس وبالشعر وميك اب بس اللبس هو يقول لا انه انت اولد فاشن فلازم يكون في تغيير. شكرا ميمي يعطيك العافيه.